اصعب حاجه في كازا هو هاد القطايس. المهم انا تنتسنى هاني بديت نتعصب. هاد التاني داز اعتذر، هاد التالت تا هو اعتذر. ايوا الحمد لله لقينا ولد الناس. اول ما تطلع الطاكسي تتبرد وتعجبك الحال وتتبدا تضحك مع مول الطاكسي بحال غادي يخلص عليك هو الطاكسي. واجب التيسير باك عواشرك. شكرا الله يحفظك. فوالا كازا بور ها هي. شمن الناس اللي ما تيعرفوهاش. بسم الله على بركة الله. أول حاجة فاش تدخلوا الباب تنشوفوا هاد لي طابلو وتنشوفوا التوقيت ديال ديبار ديال التران ديالنا، ومباشرة تمشيو ناخدو التيكي ديالنا باش نإيفيتيو الزحام وناخدو الوقت ديالنا الكافي. ألوغ الورقة خديتها درجة تانية ب 50 درهم، وبالحكم باقي لينا الوقت أجيو نكتاشفو لاكار. نزلت لتحت بدات ليا بلاصة خاصة بلي غيسطو. اول حاجه مشيت ليها غابيد هي ماكدونالدز. طلبت الماكله سيغ بلاص وكان في واحد الجوع ما يمكنش. لي زوين فهاد لاكار هو انه كبير، كاين لي سباس، وثاني حاجه كاين لي ماكازان بحال مروه سيتي سبور ميني سوق اللي بغيت نشرب قهوه كاين ستاربكس. من بعد ما كلينا جا لقيتها باش ناخذ التران تنفاليديو هاد التشيكي ديالنا فهاد لاماشين. تنشوفو هاد السكات، السكة رقم واحد فين جا التران ديال مطار محمد الخامس. بسم الله على بركة الله. أول حاجة تنقلبو على بلاصة، وشي بلاصة تكون حدا الشرجة باش نشوفو الدنيا خضرا تبارك الله. ودابا قربنا ندخلو لاكار كازا فواياجور. دخلنا لاكار الوزيز المحطة الثانية. هادي واحد المعلومة بالنسبة للناس اللي يدخلوا المطار غير اللي مسافر، اللي ما مسافرش غادي يرجع. ما نساوش على حاجة فاش نزلو من التران مكاين جري عليا جري عليك. الحمد لله على سلامتنا. وصلنا دابا المطار محمد الخامس تيرمينوس. غادي ندخلو دابا البوابة ديال المطار. اول مرحله هي التفتيش الامني، خاصكم تجمعوا كل شيء في هذا الباك وديروا لي فاليز ديالكم ودخلوا في السكانير ووجدوا التشيكي ديالكم ديال السفر او الباسبور. وبالتالي فاش دوزنا التفتيش الامني تنطلعوا في الدروج. احنا دخلنا المطار محمد الخامس 45 دقيقه و50 درهم بلا ما استرسينا حتى شي واحد. كان معكم ولد كازا وتحية.